عقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله عن فعاليات المهرجان الذي يقام خلال شهر يوليو المقبل. هذا ويعود مهرجان صيف البحرين من جديد هذا العام بنسخته 14 تحت شعار صيف البحرين ذهب للعين، عاكسا بذلك برنامج هيئة البحرين للثقافة والآثار لعام 2022 ذهبية ك50 والذي يحتفي بالمنجزات البحرينية. نشاط ثقافي متنوع وبرامج ترفيهية وعروض مسرحية مسلية بانتظار الأطفال، وذلك ضمن برنامج صيف البحرين. صيف البحرين يعود إلى التفاعل مع الجمهور ليس عن بعد وإنما عبر الفعاليات التي تقام في مركز الفنون، وهذا اللقاء الأول للإعلان عن صيف البحرين مع كل هذا الحضور، مع السفراء، مع الجهات الداعمة. شكرا لكل من ساهم في صيف البحرين، وشكرا لإعادة الفرح لأطفال البحرين. في هذا العام يركز على المواقع الأثرية من أجل تعزيز الهوية وتعريف الطفل بأهم المواقع لكي ينتمي إليها، لكي يعرف بها، لكي يفخر بكونه ينتمي إلى هذه الجزيرة القنية العريقة بتاريخها. وهناك أكثر من 500 ورشة عمل، نفخر هذا العام بهذا العدد الكبير. صيف البحرين في هذا الموسم يركز في أنشطته على الفعاليات الثقافية وطريقتها في صناعة مساحة للتبادل الثقافي ما بين مملكة البحرين ومختلف الشعوب والحضارات بأسلوب ممزوج بالرفاهية والمتعة، لتصل المعلومة إلى الأطفال بأسلوب سهل ومتميز، خصوصا وإن التراث السعودي سيكون حاضرا طوال أيام المهرجان. بالنسبة لمشاركة وزارة الثقافة السعودية ممثلة باسم هيئة التراث السعودية، حيكون في برامج تراثية ثقافية تتمثل في ورش عمل للأطفال في موضوع الحرف أو حتى في موضوع الآثار والتنقيب للأطفال، فيها تعزيز للتعاون ما بين البلدين وما بين التراث البلدين إن شاء الله. هذا المهرجان أصبح نموذجا فريدا وناجحا، واستطاع أن يحجز له مكانة على خارطة الفعاليات التي تقام في فصل الصيف في دول الخليج العربية بما يضمه من برامج متنوعة وبرامج فنية ترفيهية ومسلية. في نسخته 14 يعود مهرجان صيف البحرين بأسلوب مغاير وبمحتوى ثقافي ترفيهي مميز، حاملا في جعبته برنامجا مشوقا يضم العديد من العروض الفنية تقدم خصيصا للأطفال ليقضوا أوقاتا سعيدة ومسلية في أيام الصيف الجميلة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.